صباح الخير. اليوم رح نعمل مفرك بطاطا وبيض. هلأ حطينا شوية زيت وحميناه، وحطينا البطاطا مكعبات رح نحمرهم على الجهتين. هلأ هون شوية تحمير، بنقلبهم شوي وبنغطي عليهم على نار عالية لحتى ياخدوا لون كتير حلو. هلأ رح ضيف لهم فلفلة خضراء شوي، شوحها معهم كتير لذيذة مع المفركة. وهلأ بغطي عليهم، رح ضيف لهم شوية ملح وشوية فلفل أسود وشوية كاري وشوية هيل. الهيل بحطه عشان زنخة البيض صراحة، وبرضو كمان بحط شوية توم، يعني نص سن توم فوق البيض هيك برشه، برضو بشيل زنخة البيض. هلأ هون بعد ما تحمرت البطاطا شوفوا قد ايه ألوانها حلوة ما شاء الله. هلأ ضفت البيض عليها ورشيت التومة، ما تتخيلوا قد ايه طعمها طيب صراحة، بتمنى تجربوها على طريقتي. هلأ هون هيك خلصنا، نستنى بالبيض بس يستوي شوي، بس حركناه شوية تحريك. وهون رشينا فلفل أسود شوي على الوجه، وهيك بتكون أكلتنا جهزت. بتمنى تعجبكم، وهلأ ما رح نستنى رح ناكل.